بتكلفة حوالي 47 مليون و163 ألف دينار كويتي. نشرت وزارة الأشغال العامة صباح اليوم الجزء الأوسط من مشروع طريق الجهراء أمام مستخدمي الطريق. افتتح وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي الأمير الجزء الأوسط من مشروع طريق الجهراء أمام مستخدم الطريق. بحمد الله وفضله اليوم نحتفل بافتتاح الجزء الأوسط من طريق الجهراء العقد 212 اللي تم إنجازه والعمل به الآن، والحمد لله يستفيد منه الوطن والمواطنون. ولا شك بأن مثل هذه الطرق مهمة جدا لاستكمال إن شاء الله شبكة يعني دولة الكويت بالخطوط السريعة. ومن جهته أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس أحمد الحصان على أهمية الجسور الثلاثة في الفصل بين حركتي المرور العابرة والمحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء، مما يؤدي إلى خفض الازدحامات والحوادث ورفع مستوى الخدمات. أن افتتاح هذه الجسور الثلاث سيكون له أثر كبير في الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء، مما سيؤدي إلى التقليل من الازدحام المروري وخفض نسب الحوادث المرورية، كما سيساهم برفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق. يأتي المشروع الجديد بتكلفة حوالي 47 مليون دينار و163 ألف دينار كويتية، ويقع في الجزء الأوسط من طريق الجهراء، حيث يبدأ من دوار الأمم المتحدة حتى وصلت الدوحة السريعة، فضلا عن إنشاء ثلاثة جسور تشكل تقاطعات منفصلة.